بسم الله الرحمن الرحيم من الامور الواجبه على النساء لا على الرجال الحجاب وهذا مختص بغير الزوج والمولى يعني الحجاب وعدمه له ثلاثه احوال تاره يلحظ بالنسبه للزوج وزوجته والمولى وامته في هذه الحاله لا شيء يجوز للرجل وللمرأة يجوز لكل منهما أن ينظر إلى بدن الآخر بأجمعه، ما في أي استثناء. الزوج وزوجته، والمولى وأمته، هالاثنين. القسم الثاني ما يرتبط بالمحارم ونقصد بالمحارم مجموعة من الناس حرم الشارع الزواج بينهم وبين هؤلاء النسوة المرتبطات بهم الاب الاخ ابناء الاخ وابناء الاخت العم الخال هؤلاء يحرم التزاوج بينهم يعبر عنهم بالمحارم المحارم يجوز للمراه ان تتكشف امامهم لكن لا بشكل مطلق ما بين السره الى الركبه يستر ما فوق السره وما تحت الركبه لا يجب ستره طبعا هذا في الوضع الاعتيادي يعني هناك اوضاع خاصه ربما تحصل تستدعي خلاف ذلك الحين مثلا اخت وشابه تريد تظهر مثلا صدرها كله امام مثلا اخوتها او امام ابيها او عمها او خالها كحكم أولي جائز لكن أحيانا يكون تلاحظ هذه القضية قد مثلا تستنتج نتائج غير حسنة في الوضع الاعتيادي الوضع المتعارف المرأة يجوز لها أن تظهر ما فوق سرتها وما تحت ركبتها امام المحارم اما ما تحت السره ما فوق الركبه لا يعني حتى امام ولدها بالبيت مثلا ممكن امه لابسه ثوب فوق الركبه اذا دخل ولدها ولو على نحو الاحتياط السيد الخوي قائل حتى الام بالنسبه لولدها ما فوق الركبه لا يظهر تنزل ثوبها الام وولدها بعد ذولا اقرب شيء فكيف بغيرهم الاخوه والاعمام والاخوال هذا القسم الثاني القسم الثالث غير المحارم ولو كانوا ارحاما يعني لا يصير اشتباك بين المحرم والرحم المحرم هذا اللي نقول اللي ما يجوز التزاوج بينهم الرحم اعم ابن العم رحم بنت العم رحم ابن الخال بنت الخال بنت العمه ابن العمه ذولا ارحام ممكن نعتبرهم على راي اقول ممكن لان هناك هم كلام ايضا بعض الفقهاء يوصل قضيه الرحم الى الاعمام والاخوال لا الى ابنائهم لكن على راي اخر يشمل اولادهم المهم هذولا ارحام ابن العم ابن العمه ابن الخال ابن الخاله ارحام لكن ليسوا من المحارم ولهذا يجوز التزاوج بينهم يجوز واحد ياخذ بنت عمه يجوز بنت خاله بنت عمته بنت خالته يجوز فهم ارحام لكن ليسوا محارم. هذه ضابطة، أي مرة يجوز واحد يتزوجها هذا الشخص ما يعتبر من المحارم. ممكن يكون رحم وممكن يكون غريب. هؤلاء غير المحارم سواء اكانوا غرباء أم كانوا أرحاما لا بد للمرأة أن تتحجب عنهم من رأسها من قمة رأسها إلى أخمص قدميها خلوا الوجه والكفين هذا في كلام هل القضيتين فيهما كلام غير الوجه والكفين لا بد من ستره يعني شعرة وحدة ما يجوز إظهارها أمام غير المحارم إصبع رجلها ما يجوز إصبع اليد قلت اليد خلوها والوجه الرجل مو مستثنات في الصلاة أحيانا قد يصيرها اشتباه في الصلاة المرأة يجوز لها تكشف وجهها وكفيها وقدميها هذه في الصلاة ما لها ارتباط بالنسبة للنظر أو كشفها أمام الأجنبي تلك قضية أخرى الرجل ما حد قايل يجوز المرأة تطلع منها شيئا أمام الأجنبي إذا في كلام يرتبط بالوجه والكفين لا غير بقية البدن لا بد من ستره زين ال... الكفين نقصد باطنهما وظاهرهما هذه الكف باطنها وظاهرها هذا الكلام كله بالنسبة للمرأة شنو يجوز لها تكشف شنو ما يجوز لها حتى اللي الذي يقول يجوز لها ان تكشف وجهها وكفيها هذا ليس معناه بالضروره انه يجوز للرجل ان ينظر يعني شوفوا هذه شغلتين هي يجوز لها تكشف على راي هذا مو معناه الرجل يجوز ليطالع الحين قد يسأل أنه ما في تلازم إذا هي جازلها تكشف شلون ما يجوز الرجل ينظر فعلا أكو شكل رأي حتى هو هذا لعل بالي السيد الإمام رحمه الله قايل هي يجوز لها تطلع وجهها بس ما يجوز الرجل ينظر لها يصير هالشكل شيء اللي يعني يوضح القضية الرجل الرجل يجوز ليكشف وجهه صدره ظهره البارحة قلنا يجوز لكن هذا لا يعني أن المرأة يجوز لها أن تنظر إليه هو يجوز له يكشف صدره ظهره يديه رجليه لكن المرأة ما يجوز لها الطالعة في القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن مثل ما الرجل ما ينظر لها هي هم ما يجوز لها تنظر لكن الفقهاء يقيدون يقولون هي ما يجوز لها تنظر الى غير الاجزاء التي يتعارف يتعارف اظهارها عاده الرجل وجهه راسه رقبته شويه من ايديه شويه من رجليه هذا المقدار عاده يظهر الحين لو فرضنا اظهر اكثر من هذا اظهر صدره اظهر بطنه هذا المقدار ما يجوز المراه تنظر له وانما يجوز ان تنظر الى وجهه او كفيه مثلا من دون تلذذ. من دون تلذذ وهذه قضية ينبغي التنبه لها لأن كثيرا ما في الأعراس لما يصير وقت العرس يجيبون الزوج والمرأة يوقفون مثلا أمام النسوة يقروا لهم كلمتين ثلاثة مثلا خل يقروا لهم لا مشكلة لكن قد ربما كثير من النسوة ينظرن إلى الرجل أو تتمعن فيه تاخذ تفاصيله يصير هذا الكلام لا ما يصير ما يصير زين شو تسوي؟ تنزل راسها وتقرا تنزل راسها وتقرا تغمض عينها وتقرا اي نعم هالشكل لا تنظر اذا فعلا صارت بها قضيه كذا ريبه وامثالها خصوصا انه بالاعراس عاده يعدلون انفسهم حتى لو هو مخربط يعدل روحه ذيك الليله يطلع غير شكل مثلا هي هم تطلع غير شكل فقد يصير نظر يعني محرم عموما لا تلازم بين جواز الكشف وجواز نظر الطرف الآخر فالمرأة لما نقول يجوز لها تكشف وجهها على فرض قلت قسم كبير من علمائنا مو راضين على فرض الجواز هذا لا يعني أن للرجل أن ينظر إليها هو يكون يغض بصره هي يجوز لها هذا في الوضع الطبيعي من دون أن أريد يعني أقول في الوضع الطبيعي للذي يجيز هي أكرر للذي يجيز اللي ما يجوز من أول ساد الباب السيد الخوي رحمه الله قايل تلبس بوشية ما تكشف نعم اللي لا يجيز ليس فقط الأصابع طرف الأنملة هم ما يجوز يظهر أنملة طرف الأظفر ما يجوز لو نقول الكف كلها ممنوعة لو نقول جائزة رأيان فاللي قال ما يجوز خلص القضية انسدت لو فرضنا أن شخصا يجي يقلد من يجيز كشف الوجه مثلاً ويجيز النظر أو هي يجوز لها أن تكشف هذا في الوضع العادي أما إذا صار وضع غير طبيعي صارت تضع أصباغا مثلا على وجهها أو كذا أحمر أخضر أصفر كذا هالأمور هذه هذه زينة صارت راح تدخل في بحث ثاني ولا يبدين زينتهن هاي ولا هذه كلمة ولا يبدين زينتهن تكررت في الآية مرتين، مرة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعدين بعد قليل الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن. فالحين يصير بحث أن الزينة شنو المقصود بها؟ هل الأصباغ، الحلي، وامثالها فيها كلام ومما يذكر في هذا الصدد الكحل والخاتم الكحل والخاتم هناك راي لبعض الفقهاء انه طبعا هذا الراي مبني على انه يجوز له تكشف وجهها اساسا ولا اذا ما يجوز تكشف وجهها اي كحل اي خاتم اذا قيل بجواز كشف الوجه الزينة التي تستثنى الكحل والخاتم هالشغلتين مستثنيات نعم هذا الكلام طبعا هذا بالنسبة للأشخاص الخارجيين هالمره لو فرض صارت صور كما في التلفزيون مثلا صور رجال صور نساء بناء على ان النظر الى الصورة حكمه حكم النظر الى الشخص نفسه المرأة هالشكل ما يجوز ينظروا لها صورتها ايضا لا يجوز النظر اليها العكس كذلك الرجل اذا مثلا كاشف مقدارا من جسمه اكثر من الوجه والشعر وامثاله في الوضع الطبيعي لا ينظر إليه في الصورة كذلك وهذا يحصل في التلفزيونات يحطون مثلا أفرض مباريات كرة وهؤلاء مطلعين أرجلهم كذا يعني أجزاء من جسمهم كثيرة يصير مثلا المرأة تقعد تنظر لا ما يصير ما يصير الرجال يقعدون ينظرون ويقولوا المرأة قومي روحي هناك لا طالعين هي الصور المفروض الصور يجرون عليها حكمة ذي الصورة وخصوصا إذا كان معروف صاحب الصورة يعني هذه هم مسألة خلافية أنه إذا واحد شاف صورة مرة صورة مرة مرة ينظر إليها بتلذذ وأمثالها هذا أكيد ما يجوز هالمرة مو بتلذذ مرة يعرف صاحبة الصورة هذه فلانة الفلانية هم قايلين ما يجوز الا اذا ما في تلذذ وما يعرفها الحين هذا الكلام قد يقال بالنسبة للرجل مو غالبا معروفين ذولا اللي يطلعون يلعبون كذا معروفين هذا فلان الفلاني كثير من الناس اصلا حافظين اسماء ذولا اكثر مما يحفظون اسماء الائمة عليهم السلام حافظين هذا فلان وهذاك فلتان وهذا اليوم سافر واليوم اجى كانه نامون هذا سافر وإجا هذا واذا سافر وإجا وهذا اخذ فلانه وهذا طلق فلانه وش عليك منه اخذها لو ما اخذها هم ذولا اغلبهم خلوا الحين المؤمنين اذا فيهم كم مؤمن طلعوهم البقيه لا يساوون فلسة اغلبهم كفره لكن شو تسوون؟ اسماءهم معروفه ومشهوره ويحفظوها واسماء سياراتهم وطياراتهم ما علينا زين فالنظار المورد اللي نقول ما يجوز ما يجوز للطرفين للطرفين لا فرق هناك استثناء ورد في الروايات وهو النظر الى المبتذلات اللواتي لا ينتهين اذا نهين فعلا اكو شكل استثناء والفقهاء ذاكريه لكن هذا بشرطين واحد لا ينتهينا إذا نهين يعني الحين ممكن واحد شاف له وحدة مو متحجبة جيدا أو في احتمال لو يقولها يا أختي هذا ما يجوز لبسي يمكن تسمع كلامه ما تدري أحد مو قايل لها اما اذا يدري الله هذه لو يقولها ما تدير له بال اذا ما تسوي له مشكله ما تصيح وهالمره يسحبوا للكذا الحساب والكتاب مثلا لا تنتهي او يكون النظر من دون تلذذ من دون تلذذ ولا ريبه لا الحين ام سؤال يجي شنو يعني تلذذ التلذذ شغله يعني لا يصير تصور انه لازم يصير عنده مثلا حاله معينه وكذا لا هو مستانس مستانس على هالمنظر ومو مثل استيناسه بالنظر الى الشجره الجميله او مثلا الحائط الحين واحد يطالع له شجره حلوه يقول انا مستانس وهذا المسجد جميل واحد مستانس باضويه وكذا تمام انت قاعد تنظر لها مثل ما تطالع للشجره، لا مو هالشكل، قاعد ينظر نظره ثانيه. هذه ممنوعه، هذا معنى التلذذ، ما يجوز. اذا فرض، اذا فرض وهذا فرض نادر الا ان تكون المراه في وضع خاص مثلا قبيحه الشكل بشكل لا يطاق، يصير كثيرا ما حتى هذه هم يطالعها شلون نظره، المراه اذا صارت كذا جيده ف إذا في تلذذ ما يجوز بلا كلام لو فرض أنه نظر إلى مثل هؤلاء النسوة المبتذلات اللواتي لا ينتهين إذا نهين من دون تلذذ ولا ريب هذا استثناء جائز هذا الكلام كله بالنسبة للنظر طبعا بالمناسبة على ذكر التزين ولا يبدين زينتهن هناك أشياء استجدت في هذا الزمان واحد منها أو أحدها العدسات ما يسمى بالعدسات اللاصقة عدسات يبيعوها ملونة زرقة وخضرة وكذا فتحطها هذه, هذه زينة زينة منها ما يسمى اسمع يقولون واحد اليوم كانوا كاتبين لي ورقه عن بعض الاشياء اللي نقولها كاتبين تاتو تاتو المهم شنو هذا يفترض هذا نوع من الكذا يحطوه على الحواجب نوع من مثل الخطاط يعني وشم هذا نفس الوشم المهم نوع زينه تضعها المراه الأصباغ المتعارفة الأصباغ اللي تستعملها النساء الحمرة الكذا الحمرة سابقا يبدو كانوا احنا ادركنا بذيك الايام بالاواخر شنو الزينه مالتهم كانت؟ هاي اللي تحطها هنا شغله يسموها ديرم والديرم شنو؟ قشر الجوز هذا الجوز الجوز له قشر فوقاني هذا واحد لو يقشره بيده ايده يصير بها سواد هي هذا تاخذ تحطه هنا شويه يصير لونه متغير هذه الحمره مالتهم او بعدين شويه دقات مثلا زرقة اليوم من يرضى بالدقه اصلا يعتبروها هذه شيء مخالف للجمال من يرضى دقه وديرم عموما هذه الاصباغ هذه كلها المفروض لا تستعملها المراه على فرض انه يجوز لها تكشف وجهها هذه الأمور لا تضعها أو خال مثلا خال شيء مثلا أسود هنا يحطوا للجمال هذا تحط المرأة لزوجها أو ما عندها زوج بالبيت هي بروحها عاجبها هي تحط هذه وطالع روحها بالمراية تقابل المرآة بعضهم الشكل بعض الرجال يمكن الشكل يسوون ما يندرى يقابل المرآة بناءه هو يوسف الصديق عليه السلام ويطالع روحه مثلا زين خلي يطالع هي أم خلي أما أمام الأجانب هذا ممنوع تركيب الرموش في رموش صناعية تركب أيضا هذه من الزينة بالبيت ما يخالف أمام زوجها ما يخالف أمام محارمها ما يخالف أما أمام الأجانب فلا غمازة لهم شغلة هنا في الخدود حتى إذا تكلمت أو ضحكت أو كذا صارت غمزة خب هذه هي الغمازة إذا على طول موجودة صارت مشكلة يعني مو أنه وقت اللي تتكلم أو كذا دخلت ربما في باب الزينة ومرة لا لما تتكلم لما تضحك تصير الغمزة إذا تطلع برا لا تحشي ولا تضحك الظل عشك الوضع طبيعي حتى لا يصير هذا كله بالنسبة للنظر هذا الحكي كله على الشوف طبعا في استثناء في القرآن الكريم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن مره كبيره بالسن بعد مو ماله زواج يعني احد ما يرغب فيها مره عمرها سبعين سنه ثمانين سنه هذه مو لازم تتحجب كغيرها تلفلها مثلا شيلة وبوشية وكذا هالتفاصيل مو لازم تقدر شوية تكشف من شعرها فليس, فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن مفسريها بأنه تكشف شيئا من شعرها غير متبرجات بزينة بعدين الآية تقول حتى ذولة وأن يستعففن خير لهن حتى هذه المرة الكبيرة لو تلفلف نفسها خير لهن زين هالمره غير النظر عندنا مساله اللمس مساله التكلم المفاكهه هذه كل وحده فيها كلام ياتينا غدا ان شاء الله